مما تعلمناه في ديننا الحنيف ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يؤخذ إنسان بجريرة غيره. عندك مجموعة من الأولاد أخطأ أحدهم، فلما محاسبة الآخرين؟ كل واحد يحاسب قدر خطئه، وإن كان هناك ثمة حق فليطالب به في الأماكن التي جعلتها هذه الحكومة لرد الحقوق إلى أصحابها، وهو القضاء الشرعي. ابنك اليوم سيخطئ، ولكن إن عفوت عنه ربما لن يتكرر الخطأ، فإن أخطأ هو فلنحاسبه هو، أما غيره من إخوته وخواته فينبغي لنا ألا نجمعهم جميعا في هذه المحاسبة. والخصومة أيها الإخوة أيها الآباء لها أثر سلبي في حياتنا وفي حياة ذرياتنا وفي حياة الناس من حولنا. ولذلك ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ومن بين هؤلاء امرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان. يا أخي لو أخطأ زيد أو أخطأت هند أو أخطأ عمرو فلنعفو ولنغفر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإن أخطأ أبناؤك لا تحاسبهم إلا بقدر خطئهم، ثم عليك أن تتحمل كما تحمل نوح عليه السلام خطأ ابنه وكان يسأل ربه، وكما تحمل أيضا الآخرون كيوسف عليه السلام خطأ إخوته فقال لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونحن في شهر شعبان مقبلون على رمضان، شوية على قول الجماعة نهدي ونكظم الغيظ ونعفو عن الناس، والله تعالى يحب المحسنين. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وتذكروا دائما فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.